السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله غنتعرفوا على أفعال مهمة نستعملها بكثرة، وهاد الأفعال غنصرفهم في الباسي كومبوزي مع البرونوم بيرسونيل جو، ثم غنركبهم في جمل أساسية. فلنبدأ على بركة الله. فالفعل الأول اللي عندنا هو لو فيرب ميتر، لو فيرب ميتر أو الفعل يضع. فلو فيرب ميتر إلا صرفناه في لو باسي كومبوزي مع البرونوم بيرسونيل جو فهو جي مي، جي مي. فكيف كنعرفوا أي فيرب بغينا نصرفو في لو باسي كومبوزي كنستعملو معاه سوا لوكسيليير افواغ أو لوكسيليير اتر، يعني المساعد افواغ أو المساعد اتر. وهنا لو فيرب ميتر كنستعملو معاه لوكسيليير افواغ، جي مي، جي مي، فكتعني وضعتو، يعني في الماضي جي مي وضعته. نشوفوا اكزامبل او مثال. جي مي لي بيس دو موني دون لا تيرولير. ف جي مي قلنا هي وضعته لي بيس دو موني العملات المعدنيه دون في لا تيرولير او الحصاله. لا تيرولير هي الحصاله. جي مي لي بيس دو موني دون لا تيرولير. الان ننتقلوا لثاني فيرب اللي هو لو فيرب بارلي. لو فيرب بارلي او الفعل يتكلم. لو فيرب بارلي لا صرفناه في لو باسي كومبوزي مع لو برونوم بيرسونيل جو هو جي بارلي، جي بارلي. هنا ايضا استعملنا لوكسيليير افوار، جي بارلي او تكلمت. نشوفوا اكزامبل او مثال. جي بارلي تري فور. J'ai parlé très fort. J'ai parlé, تكلمت très fort بصوت عالي جدا. Donc تكلمت، j'ai parlé très fort بصوت عالي. الآن عندي le verbe gagner. Gagner أو الفعل يفوز. فle verbe gagner في le passé composé j'ai gagné. J'ai gagné أو أنا فزت. J'ai gagné. نشوفوا هاد لو فيرب في اكزامبل. J'ai gagné le premier prix. J'ai gagné le premier prix. J'ai gagné le premier prix. J'ai gagné فوزتو le premier prix بالجائزة الأولى. J'ai gagné le premier prix أو فوزتو بالجائزة الأولى. الآن عندي لو فيرب avoir أو الفعل يملكو. فلو فيرب avoir فاش كنصرفو في لو باسي كومبوزي مع البرونوم بيرسونيل جو فهو j'ai eu. J'ai eu. J'ai eu. أو كان عندي أو كان لدي. Donc le verbe avoir هو فعل امتلاك. Donc j'ai eu يعني كان عندي أو كان لدي. نشوفوا اكزامبل أو مثال. J'ai eu un beau cheval. J'ai eu un beau cheval يعني كان لدي حصان جميل. Le cheval هو الحصان. Un beau cheval هو حصان جميل. J'ai eu un beau cheval أو كان لدي حصان جميل. الآن مروا لو فيرب اتر. لو فيرب اتر أو الفعل يكون، يعني فعل الكينونة. فلو فيرب اتر إلا صرفناه في لو باسي كومبوزي مع لو برونوم بيرسونيل جو فهو جي تي. جي تي. فهنا لو فيرب اتر في لو باسي كومبوزي كنستعملو معاه لوكسيليير افوار. جي تي يعني كنت، أنا كنت. إكزامبل أو مثال. جي تي أون فاكونس. Donc j'ai été كنتو en vacances في إجازة. J'ai été en vacances. J'ai été en vacances. الفعل موالي هو le verbe aller أو الفعل يذهب. فle verbe aller في le passé composé هو je suis allé. Je suis allé. Je suis allé. أو في الفيمينا كنضيفو e. Je suis allé. كتعني ذهبتو. ذهبتو. نشوفوا اكزامبل او مثال. Je suis allé à la mosquée. Je suis allé à la mosquée كتعني ذهبت الى المسجد. ذهبت الى المسجد. ف le verbe aller في le passé composé هو je suis allé.
Le verbe dire, أو الفعل يقول, إذا صرفناه في le passé composé فهو j'ai dit أو قلت. نشوفو إكزامبل. J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité أو قلت الحقيقة. La vérité هي الحقيقة. قلت الحقيقة. فتقريبا جميع هاد الأفعال ديجا تعرفنا عليهم في الدرس السابق, فكنا صرفناهم في البريزون, فغنترك لكم رابط الدرس في صندوق الوصف. الآن نمرو لو فيرب الموالي اللي هو لو فيرب voir أو الفعل يرى. فلو فيرب voir فاش كنصرفو في لو باسي كومبوزي هو j'ai vu أو رأيت. j'ai vu. شوفوا إكزامبل. J'ai vu l'arc-en-ciel. يعني رأيت l'arc-en-ciel. فالarc-en-ciel هو قوس قزح. J'ai vu l'arc-en-ciel. الآن عندنا le verbe lire أو الفعل يقرأ. lire. فالle verbe lire فاش كنصرفه في le passé composé هو j'ai lu أو قرأت. j'ai lu. Exemple, j'ai lu le Coran hier. Fa j'ai lu قلنا هي قرأت le Coran والقرآن hier البارحة أو ليلة أمس. J'ai lu le Coran hier. الآن عندنا le verbe travailler أو الفعل يعمل. Le verbe travailler في le passé composé هو j'ai travaillé أو عملت. j'ai travaillé أو عملت. Exemple, j'ai travaillé sérieusement بجدية. j'ai travaillé sérieusement. الآن عندنا le verbe boire أو الفعل يشرب. فالle verbe boire في le passé composé مع le pronom personnel je هو j'ai bu أو شربت. j'ai bu. Exemple, j'ai bu de l'eau. j'ai bu de l'eau أو شربت الماء. raconter أو الفعل يحكي. raconter. فالle verbe raconter في le passé composé هو j'ai raconté أو حكيت. exemple, j'ai raconté une histoire à mon fils. j'ai raconté une histoire à mon fils حكيت لابني قصة. ونمر الآخر فيرب عندنا اللي هو لو فيرب إكخير أو الفعل يكتب. فلو فيرب إكخير إلا صرفناه في لو باسي كومبوزي مع لو برونو بيرسونيل جو فهو j'ai écrit أو كتبت. إكزامبل, j'ai écrit une lettre à ma nièce. j'ai écrit une lettre رسالة à ma nièce, هي ابنة أختي أو ابنة أخي. j'ai écrit une lettre à ma nièce أو كتبت رسالة إلى ابنة أختي أو ابنة أخي. وبهذا كنوصلوا لنهاية الدرس. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدوا منه. وكيف سبق وشرت نفس الأفعال ديجا صرفناهم في البريزون, غنترك لكم رابط الدرس في صندوق الوصف. ما تنسوش تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة. ونتلقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.